الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى نسأل ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويبيع رضوانه ويجتنب سخطه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر فأقيموا الصلاة حي على الفلاح